ب 90 ثانية مع معاذ. خلوا دشن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياض السعودي ملف ترشيح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، مشيرا إلى أن هذا الترشيح ليس مجرد فرصة بل هو حلم للوطن. أكدت الأميرة ريما بن فندر عضو اللجنة الأولمبية الدولية خلال إطلاق ملف الرياض 2030 أن حجم التأثير الذي ستحدثه الألعاب الآسيوية لدعم هذا التحول سيكون كبيرا، كما أن حجم تأثير قصتنا في تطوير رياضة المرأة على مستوى القارة الآسيوية سيكون أكبر. أكدت لاعبة الجولف النجمة الإنجليزية تشارلي هول مشاركتها في منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق اللتين ستقامان من 12 وحتى 19 من نوفمبر المقبل. اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة من التعاقد مع محترف الحزم المغربي إدريس فتوحي والإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة في عقد قد يمتد لمدة موسمين. نفى البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب النصر الشائعات التي تتحدث عن رحيله مؤكدا أنه باقي في صفوف الفريق حتى نهاية عقده. أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جزائري جمال بالعمري لاعب الشباب السعودي سابقا سينتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة عام واحد قابل للتجديد. تسارع الأندية الإماراتية لحسم ملفات صفقاتها الجديدة حيث ستغلق في الخامسة مساء الثلاثاء السادس من أكتوبر بتوقيت الإمارات فترة تسجيل اللاعبين الأولى والتي كانت قد بدأت في 15 يوليو الماضي. أعلن النادي الفيصلي الأردني الاثنين إصابة مدافعه براء مرعي بقطع في الرباط الصليبي بعد لقاء الفرقة ضد معان الأحد.